من خلال شريط فيديو أظهرت لقطات مصورة في منطقة صحراوية إقدام عنصر من تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية على قطع رأس الرهينة البريطانية عامل الإغاثة الإنسانية آلان هينينغ. وأشار التنظيم إلى أن الإعدام هو رد على الغارات الجوية البريطانية ضد مواقعه في العراق، مهددا بإعدام رهينة آخر من الولايات المتحدة.